نظمت الجمعية البحرينية للملكية الفكرية بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية المؤتمر الخليجي الأول للملكية الفكرية تحت شعار سياسات الملكية الفكرية التجارب والدروس. ويطرح المؤتمر العديد من التجارب في مجال حماية الملكية الفكرية وسبل حفظها والجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز السياسة التي يتم العمل بها في هذا المجال. نخبة من المتحدثين في مجال الحماية الفكرية يبحثون على مدار يومين سبل تطوير السياسات المتعلقة بالابتكار وحماية الأفكار والجهود التي يقوم بها المعنيون وكافة الطرق التي تدعم وتطور مجال الملكية الفكرية بشكل عام. هذه الفعالية تأتي كتتويج جهود مملكة البحرين في دعم منظومة الملكية الفكرية والابتكار، ولعل من حسن الطالع هو يعني أن نحتفل بتقدم مملكة البحرين بخمس مراتب على مؤشر الابتكار العالمي في آخر تقرير صادر عن منظمة الواي بول العام 2023. الهدف أن احنا نطلع على تجارب بقية الدول المجاورة يعني في هذا الموضوع بالنسبة للسياسات، الطرق اللي تم اعتمادها في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، في محاربة ما يتعلق بالتزوير والتزييف بالنسبة للعلامات التجارية وغيرها من المسائل. تجارب وممارسات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حفظ الملكية الفكرية وتحديدا في قطاع تكنولوجيا وتحليل البيانات تم وضعها على طاولة المؤتمر لتتم مناقشتها والوقوف على أبرز ما وصلت إليه دول الخليج العربي في المحافظة على الملكية الفكرية. كما تعلمون الملكية الفكرية هي أساس الاقتصاد في أي دولة من الدول، واهتمام أي دولة في مجال الملكية الفكرية سواء كانت في موضوع البراءات أو العلامات التجارية أو حق المؤلف والحقوق المجاورة، هذا دليل آخر على رقي هذه الدول اللي تهتم في هذا الموضوع. كذلك يجب علينا أن احنا نحاسب في دولنا الخليج على ما وصلنا إليه من تقدم. المؤتمر الخليجي الأول هو لحصر هذه وتوحيد الجهود لحماية المؤلف، حماية المؤلف الكاتب ومحط المؤلف اللي هو المنتج الفكري والمحتوى. أنا أعتقد نحن اليوم في مرحلة جديدة من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال العالم الإلكتروني أو الفضاء المفتوح، نقل هذه الصورة مع الأسف شيء من غير حماية. احنا نحتاج اليوم ان احنا نحط النقاط على الحروف وان يكون الكاتب محمي. العالم المتسارع والمليء بالابتكارات والإبداعات المختلفة بحاجة اليوم إلى إيجاد سياسة شاملة للملكية الفكرية وربطها بشكل مباشر بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. على مدار يومين يبحث المشاركون في هذا المؤتمر أبرز السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية ودورها في حماية الأفكار المبتكرة في المجتمع وأبرز المحطات التي مر بها المشاركون للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال على مستوى العالم وطرق تطبيقها على أرض الواقع في دول الخليج العربية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.